Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette. Sur cette vidéo, je vous propose un dessert très simplifié au fromage blanc, biscuits au chocolat et crème au caramel. Assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaban bikum fi video jdid. Wasfat liyoum, ghadi nhadro tahliya bil jubn al kremi ou fromage blanc, maa biskout ou kremat al caramel. Wasfa sahla ou tariqa mubassata jiddan. بسم الله على بركة الله غادي نبداو في المقادير. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو باش نحضرو الكريمة ديال الكراميل، عندنا 25 سنتيليتر ديال الحليب، عندنا 20 غرام ديال نشا الذرة، 2 أصفر البيض، عندنا 8 ديال لي بونبون أو كراميل ولا حلوة الكراميل، عندنا معلقة كبيرة من سائل الكراميل، عندنا 30 غرام ديال الزبدة، وعندنا رشة ديال الملح، وعندنا جوج معالق كبار ديال الجوز او القرقاع ما يعادل 20 غرام، عندنا 150 غرام ديال البسكوي، وعندنا 400 غرام ديال الجبن الكريمي او الفرماج بلون، وعندنا جوج معالق كبار ديال السكر ناعم ما يعادل 20 غرام، وتفاحه مقطعه مكعبات صغيره. وبالنسبه للتزيين عندنا شويه ديال التوت البري وهذا كيبقى اختياري. بالنسبة للخليط الأول، أنا خلطت 400 غرام ديال الجبن الكريمي أو الفرماج بلون مع 20 غرام ديال سكر ناعم ما يعادل معلقة كبيرة، وزدت عليهم تفاحة مقطعة وغادي نحتفظ بهم في الثلاجة. من بعد ما سخن مزيان الحليب وذابت حلوة الكراميل، غادي نزيدهم على البيض والنشا. باش تحصلوا على كريمة ناجحة حطوها على نار عالية واستمروا في التحريك حتى تحصلوا على واحد الكريمة متماسكة، وغير يبداو يبانوا فيها واحد الفقيعات عرفوا باللي الكريمة صارت جاهزة وممكن تزولوها من فوق النار. من بعد ما زولت الكريمه من فوق النار، زدت عليها 30 غرام ديال الزبده، خلطتها مزيان ودرتها في واحد الاناء وغطيتها بالبلاستيك. الا كان عندكم الوقت دخلوها للثلاجه تبرد لمده ساعتين، والا ما كانش عندكم الوقت ديروا بحالي دخلوها للكونجيلاتور اي المجمد لمده 30 دقيقه. بالنسبة للبسكوي ممكن تستعملوا طحانة وممكن ديروه في إناء وتكسروه بيديكم.
بالنسبة للجوز أو القرقاع فأنا حمرته على نار عالية لمدة تقريبا 5 دقائق وما غاديش نستعمله كامل، غادي نخلي منه واحد شوية باش نزين به لو ديسير. من بعد ما دازت نص ساعة أنا خرجت الكريمة من المجمد وخدمتها مزيان بالدراب الكهربائي وخدمتها كمزيان حتى بالإيد ديالي، وهانتوما تتشوفوا ولا فيها واحد الملمس ناعم جدا. وهذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا، تيجي الشكل ديالها جميل جدا وبمذاق رائع. تنتمنى تجربوها. الى عجبتكم وصفه اليوم ما تبخلوش علينا بلايك، خليو لنا كومونتير، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله والى فيديو قادم باذن الله. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire la recette chez vous, j'en suis sûre qu'elle va vous plaire. Si vous avez aimé la recette, laissez-nous un like, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.